الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جئتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كجرنا حلقة دي اهد قوركا وناكسن. طبعا حلقة كسو شاكيني وفروم اي تو زي وكسو قبقبيني، لكن مركان بالله باي ايا وحا دحي سؤالوينكا اي وحا اماليني سان سوقرا واكا جواب دونا كنتن اي سديت سؤال اما تعليق اما كامنت حل بوينتي كهدلاين سيدي لوت ايقابا حل حبي كهدلاين والدك حق مؤليه جبديسا إنه أديده رقق قاضي. بعدين السؤال شو حاسو قرعي الدمر. ويلش واير عين جبران رون تولي ديدي. طيب. جنرال هدم وهذا النوع مسلمين تتكافأ دماء. الرسول صلى الله عليه وسلم محوي المسلمون تتكافأ دماء مسلمين تلاقي تيسا واسميهن دم ذو ذو واسمنتهاي. لا فضل لعربي على عجمي. عربنا كما فضل بدن عجم. عجمنا كما فضل بدنا عرب قف قعدنا كما فضل بدنا قف كمدونه كما فضل بدنا قف قعد كما فضل بدنا جنرال مركي لو هطلع قور مركي لو يما هذا كذب، لكن وحاجرت قوانين خاصة جرت والدك وحالي أذيك ولي إيه معنى هذا أذيك ولي وحوا أذيك مسؤول كي جبردان أذيك قوان كذا حا أودهيسد أما مية أودهيسد قوانين جرت أسنفترك علماء أسمين، لكن هذا جنرال واحد لينا والدك حق وحوليه إنها دوي ماذا ما يقبل إذا كمسينا إنه يراث حق وحوليه. طيب ما حد دليل إيه؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال وحوت فاطم بنت قيس يا أتمت مركز وحيت يا رسول الله معاوية يا أبو جهم اسمه دون تي محاسمة وحير معاوية إسكدا أبو جهم إسكدا صوت معاوية وفقير وحما هايستو أبو جهم ندمر كودلا والد دمر كوي ماذا قبل دي سنين فقير وي ماذا وارك قبل دي سنو دقن كان حق مولين وديدها من قبلها ديلها دو صوت حق مولين وديدها علماء مجورة جمهور العلماء قوانين كلا يسميها يعني. قبل ما قالوا كده لتو ربا متعلم دولية بادية دون نبى دربا دي وي ماذا وأبها هرك قبل دي إنه بادية هب إنه جيست أبها قبل دي اسمه يوريه كلا مصلحة ده وفيرين كلا مصالح كلا جر دت كده إسكو لغة أهان أبها مصلحة ما فير كلا ها وفير كلا دت نيكا إسكو رقم منه قبل دي هالكو يجينا ما يوريه كلا دين تأصل واي أصل وي لكن وحاجته وحيالك لا إلى لنا يا جستو نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قف كفضل بدل ملا أبو بكر أيا أي ما يا رسول الله قبل هذا فاطمة إسي حديث كان صحيح الشيخ الألباني صلى الله عليه وسلم صحيح مركز وحور فاطمة ولي وايرتها كذب عمر أي ما فاطمة ولي وايرتها وحير كذب علي علي وسي يعني علي فاطمة وأسكو أي وأسكو سوا أسكو سنة سنة دواية معنى هذا وحاجة وحيالك هلا لا فيني كلا جور كم ركوما ولي مركي قفك لا قديه معنى هذا وحاجة حق إنه في كفيري جبدة نين كمال والبنو كفيري والله وحا أركضون دمر بدن وقارك بدن جيسنا وإني كم يديهم على جابا دمر بدن وأبو هذا إني ديدين لبحة نينك أما كو قصبة أبو هذا إني سمين والله ويكش الله يعني مركي هل إلما أما لبا إلما أما سدح صورة لين وصير أخلاق درها لا صورة مو بنانك الوصو توري أي قذالك أقول هذا أبي هذا اللي كيس مغلا أما مركز واير هذا حد أقول له هذا مركز ولاية أبها لسي حق ولي صح هدي لكن فيري جبدة متعلمة ده أقول عكت بضر أقول قرحن نينك أقول فقير سن أقول جاهل سن هدي ربطه وأبها نكوافق وهلا أقول يه والله سينا تاس وحمة جرت لكن وإلا فيري لابد نقف موضع رقم كران موضع جوكي كران لأن جور كان وحال ما لمعهن وويلي جاس لحنا سنة أفرتنا سنة كنت سنة نقف كم وضعنا ولا تنا على جيابة ما هلا بدن إلا قفير إسكو دبي عمتي هني كان نسمتي هي ما هلا بدن إلا قفير أي لو بهاي صح هذه قبل أقلت ولي جدا أقلع بلال ابن بلال من رباح يوجور سدي قبل قريش يوجور سدي صحابي كانوا صحابي كانوا ناس مقداد من الأسود أسن يوجور سدي قبل دي وحو جور سدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نادير تيسو جورسي هاشمية بلال وحو جورسي عبد الرحمن بن عوف ولا تيسو جورسي هذه موافقة لنا أيضا أن كتم ماذا ها ولا جورسنا لكن الدوالد كأقل يعني هاي كلهم ما يجيب إذا نين كان أنا جوا أو بقى جيب إذا يقول حق ولا يا خلاص وحق سو جب جبينا جيب إذا وهار رأينا ده هذون نين كوي ماذا وأبها وح معقول كوشي وكو ديدة وحبها أبها هذا الكيس ديدة نين كان أذا سو لبسنا وين وقرحان وقارك أبها وانينك مثلا حدا ذي قان وكسو كوري أو دبكاس كل صار معنا نينك وحار ربعنا ده ويلك جبر ده ربع إنه مركي لادون كذب ديدي كذب من جذال صار مركي جبر ربع إنه ولا بحه هسمين وحونا أحسن ما أهن أخلاقنا ما أهن ديننا ما أهن لأن جبر ولاينا هو مريك أحسن ما يسوى تن لبار جبر هذا اللي دون تها أدين سيدو كلا الوسمينا أما ولا شهال الوسمينا والجزاء من جنس العمل
والد كان وحان رواية نوكو الرسول صلى الله عليه وسلم محور إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه قف دين تيسي أخلاق ديس كوكل سون تدوي ماذا أقوريا والدك إله أود كسي سيد عقل له ومعقول ودين تخجرت أو استعمال لكن هاو استعمال سيقلت أو استعمال جزاكم الله خير إله سبحانه وتعالى وحن ويديسنا إنو نوانفع حلقة ذا بارك الله فيهم قبليه وسؤاله سو قرأي ويليش بسؤاله سو قرأي كنتن إسي ديدي سؤال جوابته ذا مركوحين لقوتي هل كان عجلين لقوتي انت قوني قوني وجواب لهن كان أكو جواب جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.